تنظم اليوم 18 نوفمبر بقاعة برجب القيروان وبمناسبة الأسبوع العالمي لريزيستونس ديزونتي ميكروبيان، جمعية أكرا بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان، يوم علمي تحسيسي حول ليزانفيكسيون ريسبيراتوار ليزانفيكسيون أوريال إي ريسبيراتوار وليزا معنا دياغنوستيك يزاج ديزونتيبيوتيك. الموضوع هذا موضوع هام جدا، موضوع خطر قاعدين نشوفوا ريزيستونس ديزونتي دي ميكروب وزونتيبيوتيك قاعدة تكبر برشا، وهذه مثل خطر على البوبيلاسيون وعلى المجتمع بصفة عام. ما يلزمش نستعملوا ليزونتيبيوتيك كايزاج ابيزيف، يلزم معنا ان نحن متعطى لونتيبيوتيك من الفارماسيا والمواطن ما يجبش يشتري لونتيبيوتيك الا باوردونونس ميديكال، ويلزم نحن نكون واعيين بالموضوع هذا. ما يلزمش كل واحد عنده صغير ولا هو يمرض يمشي للفارماسيا ويشتري اونتيبيوتيك، ماذا بينا لي فارماسيا زاد يتعاونوا مع الشعب وليزونتيبيوتيك الا باوردونونس ميديكال، حتى نجنبوا رواحنا ونجنبوا صغيراتنا في المستقبل اللي تنجم تكون ظل موجود لونتيبيوتيك، لكن لونتيبيوتيك هذا ما ينفعش، ولهذا راه ينجم يكون معنى تولي تسبب لنا في كوارث لا قدر الله في المستقبل. انت ثم لونتيبيوتيك، لك لونتيبيوتيك هذاك ما يعالجش الجرثومه، وبهذا من مناسب ندعو المواطنين الكل ما عادش يشري انتيبيوتيك الا بوردونونس ميديكال. عندك صغيرك عنده انجير، عنده برونشيت، عنده انفكسيون يورينير، ما تمشيش تشري انتيبيوتيك، امشي عدي عند طبيب وطبيب يعرف كيفاش يستعمل ويرشد ويعطي الانتيبيوتيك. وان شاء الله ما احنا اليوم الجوري هذا باش يحضروا فيه الاطباء الخط الاول وباش يكونوا هما سونسيبل وينجموا يعدوا الميساج هذا للزملاء نتاعهم في كل القطاعات وفي القطاع السونسيبل مال القطاع الأول. إن شاء الله معنا معنا اليوم هذا يكون ناجح وتكون فيه إفادة كبيرة وموضوع، وماذا بينا نحن الأسبوع معنا اليوم هذا تحسيسي بمناسبة الأسبوع العالمي يكون موجود في القروان معنا رسميا، وإن شاء الله مش نسعى باش تكون الجورنية هذه رسمي في القروان. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.